العملية التعليمية على المسار الصحيح كان الهدف من تطبيق التعليم عن بعد لمساعدة الطلبة على إكمال تحصيلهم العلمي والمحافظة على صحتهم في الوقت ذاته من مخاطر فيروس كوفيد 19. طبعا عشان كذي وزارة التربية تستمر في العام الدراسي الجديد بخوض غمار تجربة التعليم عن بعد بكل جدارة، حتى الآن مستخدمة أحدث منصات التعليم الإلكتروني. لنتابع. في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد 19، كان التعليم عن بعد الخيار الوحيد في ظل هذه الظروف التي فرضتها هذه الجائحة. فمن رحم الأزمة تولد الإرادة لإكمال الطريق وإكمال مشوار التحصيل الدراسي للطلبة حتى ولو عن بعد. حياكم الله يا شباب، وصبحكم الله بالخير. اليوم معانا الحصه الثالثه في للامانه التعليم عن بعد اعطانا فرصه جديده، اعطانا متعه في ارسال المعلومات للطلبه، اعطى مجال اكثر للطلبه اللي عندهم مشكله او يواجهون مشكله في التعبير عن نفسهم داخل الصف نفسه، يتلاقي نفسه الان مع تطور التكنولوجيا يتلاقي نفسه يعبر اكثر من خلال التليفون لابتوب. طبعا الوزاره قامت مشكوره في وضع المناهج ووضع الخطه الدراسيه اللي نعمل فيها خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الأمور لله الحمد متيسرة وسلسة، يعني احنا وفرنا جميع الأمور اللي تساعد المعلم على أداء عمله على أكمل وجه من خلال توفير الإنترنت داخل المدرسة. وزارة التربية وفرت الكثير من الخدمات وآليات التعلم عبر منصة مايكروسوفت تيمز، والتي تمتلك الكثير من المزايا التي تسهل على الطالب والمعلم إيصال المعلومة بكل سهولة وسلاسة. التيمز يعتبر منصة تعليمية ذات إمكانات هائلة. ممكن أنا أشارك الشاشة البيضاء اللي موجودة، تطبيق الشاشة البيضاء، ومن خلاله المعلم يقدر يكتب أي شيء يبي كأنه فاتح السبورة اللي موجودة داخل الفصل وقاعد يكتب عليها. وأيضا عندنا ممكن أن احنا نسجل الدرس ونضع الرابط للعودة وعند الدرس عند الحاجة إذا يبي يشوف الطالب في وقت آخر. شكر موصول ابتداء لوزارة التربية على تسهيل العملية التعليمية من ناحية توفير الراوترات والإنترنت، شيء جديد على المعلمين وعلى الطلبة، لكن مع الحمد لله مواكبة هذا العصر أصبح الأمر متيسر وسهل على المعلم وعلى الطالب. اليوم مايكروسوفت تيمز هي منصة جمعت جهود معلمين وكوادر إدارية وتدريسية مع شغف طلبة يخوضون غمار التجربة والذين أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.